دعني أبدأ معك أحمد من القدس وتفاصيل الإسرائيلية حسب ما أوردت هيئة البث عن هذه العملية. أمن لمستوطنة كيدوميم التي أقيمت على أراضي الفلسطينيين في قرية كفر قدوم، وهي قرية تقع ما بين محافظتي نابلس وقلقيلية. العملية حتى الآن يتم اعتبارها بأنها عملية صعبة، بحيث وصل فلسطيني مسلح بسيارة إلى مكان العملية عند مدخل المستوطنة وأطلق النار على حارس الأمن، أصابه بجراح خطيرة، ومن ثم تم الإعلان عن مقتله ونجح بالانسحاب من ذلك المكان. ولكن على ما يبدو أن قوات الاحتلال الإسرائيلي وصلت إلى المنفذ وقامت بإطلاق النار عليه. حتى اللحظة يتم استخدام مصطلح تحييد، وأي السيطرة على المنفذ من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ولكن هذا المصطلح يحتمل تصفية المنفذ أو يحتمل إصابة المنفذ ويحتمل أيضا اعتقال المنفذ. ولكن من بعض الصور والفيديوهات التي وصلت من مكان العملية يظهر وقوع اشتباك مسلح قبيل السيطرة على المنفذ، ما يعني أننا ربما في الساعات المقبلة سيتم الحديث أيضا عن استشهاد هذا المنفذ وسيتم الإعلان عن ذلك رسميا. ولكن حتى اللحظة لا، الصورة ليست واضحة بشأن طبيعة إصابة من نفذ هذه العملية. أيضا الاحتلال الإسرائيلي حاليا يبحث خيار إمكانية وجود من ساعد هذا المنفذ. حتى هذه اللحظة لم يتم حسم هذه النقطة، ولكن دوت صافرات الإنذار في مستوطنة كيدوميم، وطلب من سكان هذه المستوطنة البقاء في منازلهم حتى ورود رسالة أخرى من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية. هذه العملية تأتي بعد تقريبا يوم ونصف أو يومين من إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لعملية عسكرية في شمالي الضفة الغربية، تحديدا في مخيم جنين. تباهت إسرائيل بأنها استعادت الردع، وأن الصور التي ظهرت من جنين قد تؤثر على باقي الفلسطينيين وباقي الكتائب المسلحة أو التنظيمات المسلحة الفلسطينية. ولكن تأتي هذه العملية وهي ثاني عملية إطلاق نار في محيط مدينة نابلس، وفي عندما بالأمس تم الحديث عن إطلاق نار على سيارة تابعة لشرطة الاحتلال، اليوم إطلاق النار على حارس لمستوطنة إسرائيلية والإعلان عن مقتله. لذلك هذه العملية تأتي في وقت حساس، وفي وقت أيضا كانت تعتقد إسرائيل بأن عمليتها على مدينة جنين ومخيم جنين تحديدا قد تؤثر على باقي الأماكن والمدن الفلسطينية في الضفة الغربية وتحديدا في شمالها. نتابع